السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيدايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذه المرة غادي نكملوا تمرين ديال دراسة دالة دراسة شاملة، نموذج ديال الفرد محروس. التمرين اللي كنا بدينا فيه بمجموعة التعريف، ثم حسبنا فيه النهايات عند المحدات، ثم درسنا فيه الاتصال عند واحد. دونك اللي بغى يشوف كيفاش كندرسو، كيفاش كنحددو عفوا مجموعة التعريف ديال دالة مجزأة، يرجع للجزء الاول من هذا التمرين. هذا الفيديو غتلقاه في صندوق الوصف. في الجزء الثاني غادي نشوفوا قابليه الاشتقاق ديال هذه الداله، هذه يعني داله مجزاه ان فونكسيون ديفيني بار بارتي، كيفاش كنديروا لا ديريفابيليتي ديالها في ان نومبر واحد جوج ثلاثه، المهم في ان نومبر. ثم كيفاش كنحسبوا المشتقه ديالها، كيفاش كندرسوا التغيرات، كيفاش كنرسموا جدول التغير ديال داله مجزاه، وفي النهايه كيفاش كنمثلوا هذه الداله هذه. دونك السؤال الموالي هو ادرس قابلية اشتقاق دالايف على يميني على يمين واحد، اتدي لا ديريفابيليتي دو لا فونكسيون اف ا دغوات اون. الدالة اللي خدمنا عليها اللي كنخدمو عليها هي اف لي اكس كتساوي دونك اكس استثناء ناقص تلاتة على اكس ناقص اثنان اذا كان اكس اكبر من او يساوي واحد، و اف لي اكس كيساوي ناقص جذر دي 3 ناقص اكس على اكس ناقص واحد اذا كان اكس اصغر قطعة من واحد. شفنا مجموعة التعريف ديالها، ثم شفنا النهايات عند المحدات، ثم شفنا الاتصال. دابا غادي نشوفو قابلية اشتقاق السؤال. السؤال رقم 3، فوالا رقم 3، لندرس قابلية اشتقاق اف على يميني واحد، على اليمين في واحد. كنا دونك شنو غادي نديرو في قابليه الاشتقاق؟ تيدي لا ديريفابيليتي دو اف ا دغوات اون. شنو غادي نديرو في قابليه الاشتقاق؟ دونك نديرو على اليمين في واحد. دونك على اليمين في واحد، شنو غادي نديرو باش نديرو لا ديريفابيليتي؟ فقط قلنا كنحسبو النهايه، دونك غادي نحسبو النهايه ليميت اكس يولي الى واحد على اليمين ديال اش ديال اف لي اكس ناقص اف لي واحد على اكس ناقص واحد، ونشوفو شنو غتعطينا. الى عطاتنا عدد يعني ان الداله في قابله للاشتقاق، عطاتنا ما لا نهايه يعني ان الداله في غير قابله للاشتقاق. دونك نمشيو نعوضو. كنا شفنا في الفيديو السابق ان الى بغيتي تحسب النهايه على اليمين ديال هذا العدد كنخدمو بهذه اللي قدامها اكبر، بغيتي تحسب النهايه على اليسار كنخدمو بهذه، بغيتي تحسب الصوره كتحسب مره واحده فقط، هذيك اللي فيها تساوي هي اللي كنحسبو بها الصوره. دونك غادي نعوض فليكس بالتعبير ديالها، اكس استثنان ناقص 3 على اكس ناقص 2، ثم الصوره ديال واحد، الصوره ديال واحد هي قلنا واحد ناقص 3 هي ناقص 2 على ناقص 1 هي 2 مقسوم على اكس ناقص 1 تساوي ليميت اكس تؤول الى واحد زائد غادي نحدد المقام غتعطينا اكس مربع ناقص 3 ناقص 2 عامل اكس ناقص 2 مقسومه على اكس ناقص 2 الكل على اكس ناقص 1 يساوي ليميت اكس تؤول الى واحد زائد، هنا غادي ننشروا هذا الشيء هذا ونبسطوا، غتعطيني اكس مربع ناقص 3 ناقص 2 اكس زائد 4 ناقص 2 في ناقص 2 غتعطينا 4، ثم هذه اكس ناقص 2 من حقي نجيب واحد هذا المقام غتعطيني اكس ناقص 2 عامل اكس ناقص 1. كيفاش درنا لهادي؟ دونك عندي ا على بي الكل على سي، هي ا على بي مضروبه في سي، دونك كتساوي ليميت اكس تؤول الى 1 زائد اكس استثنان ناقص 2 اكس ناقص 3 زائد 4 هي زائد 1 على اكس ناقص 1 عامل اكس ناقص 2. هنا غتلاحظوا ان كاينه متطابقه هامه، كتساوي الليميت اكس تؤول الى 1 زائد اكس ناقص 1 مربع، اكس ناقص 1 مربع على اكس ناقص 2 عامل اكس ناقص 1. ثم كتختزل، غتختزل باكس ناقص 1 وغادي تبقى لك ليميت اكس تؤول الى واحد زائد، هنا كاينين عندنا جوج ديال اكس ناقص واحد، اكس ناقص واحد
فاكتور اكس موان 1 غنختز له وحده تبقى لنا وحده مقسوم على اكس ناقص 2 في المقام. النتيجه النهائيه تعويض مباشر 1 ناقص 1 0 مقسوم على ناقص 1 تعطينا 0. حقنا اذا الداله ف قابله للاشتقاق. لدينا قلنا دونك اذا الداله ف قابله للاشتقاق على اليمين في واحد دونك اف اي ديريفابل ا دووات هنا بهذه الطريقه هذه. دابا كيجي التحويل الهندسي، التحويل الهندسي ديال النتيجه لانتربريتاسيون جيومتريك، التحويل الهندسي كيقول لك بوي انتربريتي غرافيكمون لي ريزولتا ثم اول النتيجه الهندسيه. اشنو هو التحويل الهندسي؟ سي دو اف يقبل نصف مماس. ديما الا كان العدد المشتق هو صفر، الا كان العدد المشتق هو صفر دونك عندك نصف مماس افقي. سينو قول لي انت نصف مماس على نصف مماس على اليمين في النقطة ذات الإحداثية واحد والسرعة ديال واحد هي 2. تبقنا معادلته، ولكن ما تقول لي افقي، معادلته هي كتساوي صفر، غادي يكون افقي. بالفرنسية سي دو اف ادمي اون دومي تانجونت à droite au point où là on a à droite du point A, A1, 2 d'équation Y est égal 0. صافي بهذه الطريقة هذه باش كنديرو قابلية الاشتقاق على اليمين. إذا الدالة قابلية الاشتقاق على اليمين والمنحنى يقبل نصف مماس في النقطة 1 2، معادلته يكري كتساوي صفر. نمشيو دابا نديرو الاشتقاق ديال هاد الدالة. دونك السؤال الموالي احسب اف بريم لي اكس. نمسحو هنا، نتمنى انكم تكونوا فاهمين كيفاش كنديرو لا ديريفابيليتي دي فونكسيون اون بوان. راه كتختلف الاخوان، الا قال لك سيغ ان انتيرفال، راه فقط دي فراز اللي كتكتبو بجمل. الا قال لك ادرس قابلية اشتقاق الدالة على مجال، ما كايناش عندنا في هذا التمرين، المهم الا صادفناه في التمرين المقبل غادي نشرح لكم كيفاش كنديرو قابلية اشتقاق على مجال. السؤال الموالي ديرو 5 ولا 4 ولا المهم ما كيهمناش ترتيب السؤال. لنحسب اف بريم لإكس لكل إكس من دي دو اف. تعبير على يوم تعبيرها بالفرنسية كالكيلون اف بريم دو إكس بور توت إكس أبارتيان دي دو اف. شنو غادي نديرو؟ كيفاش نحسبو مشتقة ديال دالة مجزأة، هنا غادي نقسموها لجوج، غادي نديرو ليكون اكس من يعني هذا المجال هذا اللي هو 1 2 اتحاد 2 زائد ما لا نهايه. راه مجموعه التعريف ديال هادي راه شرحناها في الفيديو السابق. اللي هي من 1 حتى لجوج، جوج بلس لانفيني، يعني كل وحده نديرها بوحده، سوا اكس ابارتيان لانتيرفال. المهم راه الفرنسي غترجم هاد الشيء هذا، سوا اكس ابارتيان لانتيرفال وكتخدم. لدينا هنا دونك نبداو اف بريم ليكس كتساوي، دابا غادي نخدم الاولى، اتفقنا اكس اس 2 ناقص 3 على اكس ناقص 2 المشتقه. نتوما عارفين اف على جي بريم، شنو غتعطيني؟ اف بريم جي ناقص اف جي بريم
مقسوم على جي مربع قواعد. دونك غتعطينا اكس سيدنان ناقص 3 مشتقة عامل اكس ناقص 2 ناقص اكس سيدنان ناقص 3 عامل اكس ناقص 2 مشتقة مقسوم على اكس ناقص 2 مربع مقسوم على اكس ناقص 2 مربع. يعني كتكتب القاعدة ديالك ثم كتخدم عليها على حساب القواعد الأساسية للاشتقاق. المشتقة ديال اكس سيدنان هي 2 اكس، لا كونستونت كتمشي كتبقى لي اكس ناقص 2 يعني درت غير المشتقة ديال هادي ناقص اكس سيدنان ناقص 3. المشتقة ديال اكس ناقص 2 هي 1 مقسوم على اكس ناقص 2 مربع. يعني نخدمو الاولى تنساليو منها ونديرو المسائل ديالنا ونشوفو الدالة في هذا المجال هذا واش تزيد ولا تنقص، ثم نمشي للثانية غتعطينا نشرو 2 اكس 2 اكس في اكس غتعطينا 2 اكس مربع 2 في 2 ناقص 4 اكس ناقص اكس اس 2 في 1 اكس اس 2 ثم ناقص في ناقص زائد 3. هنا رد البال الله يرضي عليك رد البال الاشارات على اكس ناقص 2 مربع كتساوي نرتبوهم 2 اكس اس 2 ناقص اكس اس 2 دونك اكس كاري ناقص 4 اكس ما كاين معمل تجمع تما دونك بلس 3 سور اكس موان 2 على بويسونس 2. نديرو دابا جدوات الاشارة ديالها باش نحددو واش اف تزايدية ولا تناقصية. نديرو جدوات الاشارة ديالها لندرس اشارة لندرس اشارة في بريم ليكس لندرس اشارة في بريم ليكس. يعني غادي ندرسو الاشارة ديالي في بريم ليكس من واحد حتى لجوج اتحاد جوج بلس لانفيني. شوف معايا كي غادي جدوات الاشارة اشنو هي الاشارة في بريم ليكس. شوف معايا هنا هذا المقام هذا موجب، يعني ان اشاره دي في بريم كتاخذ الاشاره ديال الحدود ديال اكس اس 2 ناقص 4 اكس زائد 3. دونك غادي ندير اكس اكس اس 2 ناقص 4 اكس زائد 3 ثم غادي ندير اف بريم ليكس. تفقنا الاشاره ديال اف بريم اف بريم ليكس، ولكن فاش من المجال واش غادي هنا موالا فيني بلس لانفيني؟ لا، هو قال لك من واحد حتى البلوس، يعني هذا المجال اللي عندك هنا بداية كتبوه بعدا انت واحد حتى لجوج جوج حتى البلوس لانفيني هنا ما عنديش مشكل، ولكن المشتقة غير معرفة غير معرفة في جوج. المشتقة ديالي غير معرفة في جوج، علاش؟ حيت الا عوضت جوج هنا في المقام تعطي لي صفر في المقام ما يمكنش، دونك غير معرفة في جوج. ديما في مجموعة التعريف الا كان العدد خارج راه في اف بريم وفي اف تغيرات راه ديما كدير جوج الشرطات. بقى لي دابا نحدد الاشاره ديال هادي تفقنا من واحد حتى لبلوس لانفيني. هادي فين كتنعدم؟ الا بغينا نعرفو فين كتنعدم نحسبو الدلتا ديالها. غتعطينا 16 ناقص 4 في 1 في 3 دونك ناقص 12 غتعطيني 4 موجب. يعني غنمشي نحسب اكس واحد اللي هو ناقص بي دونك 4 ناقص جدر دلتا ناقص 2 على 2 في 1 كتعطينا 2 على 2 اللي كتساوي 1، و اكس 2 كتساوي 4 زائد 2 دونك 4 زائد 2 على 2 4 زائد 2 على 2 غتعطينا 6 على 2 اللي هي 3 دونك كتنعدم في 1 و 3. واحد راه عندي 3 ما عنديش غنزيدها غنطلب بالله الله يرضي عليك. الحدود هي اكس اس 2 ناقص 4 اكس زائد 3 باش نعرفو تما فين كتنعدم كنديرو دلتا. حسبنا دلتا لقينا اكس 1 و اكس 2 1 و 3 واحد عندي ديجا مكتوب ديجا مكتوب بقات لي 3، يعني ان هذه كتنعدم في واحد وفي ثلاثة. اش بغض النظر على هاد جوج واش كاين ولا ما كاينش، اتفقنا بغض النظر على هاد الخط ديال جوج واش دايز ولا ما دايز، اشنو كنديرو؟ حدودية من الدرجة الثانية داخل الجدرين اش كنديرو؟ عكس اشارة ا، يعني عندي هنا موجب دونك هنا غندير سالب وعلى برا غندير موجب. الخانة اللي كاينة من موالا فين حتى لواحد ما عندناش ما عندنا ما نديرو بها، علاش؟ لان هاد الداله فقط معرفه من واحد حتى لبلوس لانفيني. دونك شنو غادي ندير؟ غتكون عندي تناقص عفوا الاشاره ديالي في بريم غتاخذ نفس الاشاره ناقص ناقص ثم زائد بهذه الطريقه هذه. يعني الا درت الاشاره ديال اكس سيدنا ناقص 4 اكس زائد 3 من واحد حتى لبلوس لانفيني راه نفس الامر بالنسبه لي في بريم ليكس، نفس الامر غير ان اف بريم غير معرفه في 2، هذا هو اللي كيختلف على هذه الخانه الاولى.
اشنو كنستنتجو هنا؟ الا بغيت دابا نستخرج التغيرات، بغينا نستخرجوا التغيرات، ممكن نديروا التغيرات هنا، ممكن نكتبوهم اللي يعجبكم. الا بغيتي التغيرات غتقول لي اذا اف تناقصيه من واحد حتى لجوج اتحاد جوج ثلاثة، تناقصيه في هذا المجال هذا، وتزايديه من ثلاثة بلس لانفيني. بغيتي ديرهم في الجدول، دير التغيرات. دونك لي ندرس تغيرات، تغيرات الدالة، او لي نضع جدول تغيرات الدالة، وغاديرهم في الجدول، غاديرها نفس الشيء. فوالا عندك سهم ناقص يعني سهم هبط تناقصية، ثم عندك تناقصية حتى لهنا وتزايدية، ولي ليميت راه ديجا حسبناهم. هنرجعو للنهايات، هنرجعو للنهايات اللي عندنا. عندنا ليميت في بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، ثم عندنا النهاية على اليمين ديال جوج هي بلوس لانفيني، والنهاية على اليسار ديال جوج موان لانفيني، ثم واحد الصورة ديال واحد هي اثنان. الصورة ديال واحد إلا حسبناها غتعطينا اثنان بهذه الطريقة هذه. اتفقنا؟ بهذه الطريقة جوج ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، وهنا الصورة ديال ثلاثة غنحسبوها بإف لي إكس، حيت هذه باش خدامين دابا. ثلاثة و ستة اثنان، تسعود ناقص ثلاثة، تسعود ناقص ثلاثة غتعطينا ستة، ستة على ثلاثة ناقص جوج يعني ستة على واحد غتعطينا ستة. فوالا هذا هو جدول التغيرات ديال إف في هذا المجال هذا، من واحد حتى لبلوس لانفيني. يعني خدمنا دابا الأولى حيدناها علينا، ندوزو دابا للثانية، ثم هذا الجدول هذا نجمعوه في جدول واحد. ندوزو دابا للثانية ليكون إكس من المجال موال لانفيني واحد، يعني ديال هادي دابا شنو غادي ندير؟ لدينا قلنا غندير اف بريم لي اكس، ولكن باش نخدم دابا غنخدم بهادي، غتعطيني ناقص جي دو تلاتة ناقص اكس على اكس ناقص واحد مشتقة. وهنا رد البال غير تغلط في الإشارات، نفس الطريقة نفس الفكرة، يعني نفس القاعدة ديالي في على جي، غتعطيني ناقص المشتقة ديال هادي جي دو تلاتة ناقص اكس مشتقة عامل اكس ناقص واحد ناقص جدر ثلاثة ناقص اكس عامل اكس ناقص واحد مشتقة مقسوم على اكس ناقص واحد مربع، مقسوم على اكس ناقص واحد مربع. اتفقنا؟ دونك ناقص جدر ثلاثة ناقص اكس مشتقة عامل اكس ناقص واحد ناقص ديال القاعدة ناقص جدر ثلاثة ناقص اكس عامل اكس ناقص واحد بريم. نبداو بشوية علينا، اشنا هي المشتقة ديال؟ شوف جيكا عند الوسخ ديالك باش ما تلف، حسب المشتقة ديال 3 ناقص اكس وحطها ديريكت، حسب المشتقة ديال جي دو 3 ناقص اكس جي دو، دونك جي دو 3 ناقص اكس مشتقة هي مشتقة ما بداخل الجي دو اللي هي ناقص واحد على 2 جي دو 3 ناقص اكس. فهمنا؟ دونك غتعطيني ناقص، ها هي ناقص، هاد ناقص اصلا راه عندي ناقص واحد على اثنان جي دو ثلاثة ناقص اكس، نضربها في اكس ناقص واحد، هاد الورقة ناقص مع ناقص غتعطيني زايد جي دو ثلاثة ناقص اكس، هنا المشتقة ديال اكس ناقص واحد هي واحد، مقسوم على اكس ناقص واحد مربع. نمسحو هادشي هذا، وقف لا فيديو حتى تكتب تاخذ النقط اللي بغيتي، ثم كمل لا فيديو ديالك. تساوي ماذا؟ ناقص مع ناقص تعطيني زائد، دونك واحد على اثنان جدر ثلاثة ناقص اكس في اكس ناقص واحد، هاد اكس ناقص واحد نجيبها لفوق صافي. دونك اكس ناقص واحد في واحد هي راه كتبتها، مقسوم غير هاد الجوج زديتهم حتى البسط في البسط، ثم كتبت المقام زائد جي دو ثلاثة ناقص ناقص اكس مقسوم على اكس ناقص واحد مربع، ثم غادي نحد المقام هنا، غادي نحد المقام غتعطيني ماذا؟ غتعطيني اكس ناقص واحد زائد هذا في هذا
دونك اثنان في جذر ثلاثة ناقص إكس في جذر ثلاثة ناقص إكس مقسوم على اثنان جذر ثلاثة ناقص إكس. هنا قلت لكم ردوا البال لأن خطأ بسيط مشات المشتقة، غلطتي في إشارة أو فقدتي التركيز ديالك مشات المشتقة. شنو غادي ندير دابا؟ غادي نمشي نحسب هاد الجوج، غتعطيني إكس ناقص واحد زائد اثنان، هدف هذا غيعطينا أس اثنان، يعني غتعطيني ثلاثة ناقص إكس غيمشي الجذر مقسوم. هذا قلنا قبيلة شفنا القاعدة ديال إلا كانت عندي أ على بي الكل على السي، هذا غادي نبطو لهنا، غتعطينا اثنان جذر ثلاثة ناقص إكس في إكس ناقص واحد أس اثنان، بقينا نبسطو على فوق هذا، غتعطيني إكس ناقص واحد زائد ثلاثة في جوج ستة ناقص جوج إكس مقسوم على اثنان جذر ثلاثة ناقص إكس في إكس ناقص واحد مربع، غتعطينا ناقص زائد إكس ناقص إكس ثم ناقص واحد زائد ستة زائد خمسة على اثنان جذر ثلاثة ناقص إكس في إكس ناقص واحد مربع. وإحنا حصلنا على المشتقة ديالنا، غادي نديرو تعميم النتيجة. إذا دونك بوغ توت إكس أبارتيان لكل إكس مين pour tout x appartient moins l'infini 1 f prime li x كتساوي ناقص x زائد 5 مقسوم على 2 2 جذر 3 ناقص x عامل x ناقص 1 اس 2. كيفاش غندرسوا دابا الاشاره ديال هذه المشتقه هذه؟ شوف معايا، المقام راه موجب، ها انت تخلصتي من واحد الجزء، 2 موجب جذر موجب x ناقص 1 اس 2 موجب، غتبقى لك اش الإشارة ديال ناقص إكس زائد خمسة هي اللي غدير هنا، ناقص إكس زائد خمسة تستنتج بوينت وما تستنتج تغيرات. ولكن كما قلنا قبيلات أشنو غادي ندير هنا في الأول؟ أشنو غادي ندير هنا؟ مجموعة التعريف أش أنا خدام اللي هي موالا فيني واحد، بداية غندير هنا موالا فيني واحد، لا داعي ندير موالا فيني بلوس لانفيني ولا موالا فيني واحد، فين أنا خدام؟ داكشي علاش كنفضل دائما في البدايه ديال الاشتقاق دير لي يكون اكس مين تما فين انت خدام، هو اللي كدير في المجموعات اللي كدير عفوا في هذه الخانه الاولى، يعني كدير ديك مجموعه التعريف اللي انت خدام فيها. وغادي نمسحوا هذا الشيء كله، وفي النهايه غادي ندير واحد الجدول اللي غادي نجمعوا فيه التغيرات ونشرح لكم كيفاش كنديروا التغيرات كامله ديال اف. حنا كنقسمهم غير باش نخدمو كل وحده بوحده، ولكن هو يقدر يقول لك في السؤال ضع جدول تغيرات الداله اف جدول شامل. دونك هنا موالا فيني فوالا، دونك هذا هو الجدول ديالنا فارغ، قلنا كنحطو مجموعة التعريف فاش حنا خدامين أو المجال فاش حنا خدامين من موالا فيني حتى لواحد. لاحظ معايا أنها غير معرفة في واحد، غير معرفة في واحد، يعني دائما اف بريم غدير الشرطة هنا. صحيح غير معرفة، غير معرفة في اليسار ديال واحد. دونك شنو غادي ندير؟ شنو غادي ندير؟ غتكون عندي قلنا الإشارة ديال اف بريم هي إشارة ناقص إكس زائد خمسة، دونك ناقص إكس زائد خمسة، هاد ناقص إكس زائد خمسة من موالا فيني حتى لواحد واش موجبة ولا سالبة؟ يعني هذا فين كاين عدم؟ فين كاين عدم؟ كاين عدم في خمسة، فوالا. دونك واش خمسة كاينة هنا؟ واش خمسة كاينة هنا؟ لا، خمسة كاينة لها، كاينة لها الجي، واخا سيدي حنا نديرو خمسة هنا، باش غير نشرحو بيها، خمسة كاينة لها الجي، كايناش هنا، داكشي علاش قلت لكم بداية الله يرضي عليكم دائما كتب المجال اللي نتا خدام فيه كتبو هنا، هادي كتنعدم في خمسة، إي خمسة ما كايناش هنا، كون كانت ناقص خمسة نديروها الوسط، خمسة كاينة لها الجي، يعني ما كايناش في الجدول ديالنا، حنا غادي نديروها غير باش نشرح لكم كيفاش كنديرو الإشارة، وغادي نمسحها، تقريبا على الأرض ونمسحها، قبل من الصفر حدودية من الدرجة الأولى، حدودية من الدرجة الأولى، قبل من الصفر أش كنديرو؟ لهاد جي، عكس إشارة أ، أشنو هي الإشارة اللي عندي هنا؟ سالبة، يعني شنو غندير؟ غندير البلوس، وهنا غندير الموان، ولكن ما كيهمنيش، يعني فقط قضيت بها الغرض. دونك كتعطيني بلوس، يعني أن ناقص إكس زائد خمسة موجبة من موالا فيني حتى لواحد،
يعني اف بريم غتكون موجبه، يعني ان الداله غتكون تزايديه. والنهايه في المؤلف فين راه حسبناها عطاتنا صفر، وعلى اليسار ديال واحد، على اليسار ديال واحد عطانا بلوس لانفيني، على اليسار ديال واحد عطانا بلوس لانفيني. دونك هذا هو الجدول، الجدول ديالنا. اتفقنا؟ دونك من صفر حتى بلوس لانفيني سي دو اف طالع، وهنا كاين مقارب عمودي على اليسار، دونك غيتم غادي هكا. ملي غادي ندير جدول التغيرات غادي نوريكم كيفاش كنرسمو، كيفاش كنرسمو السي دو اف بطريقه اللي هي بسيطه وسهله. دابا غادي نستنتجو جدول التغيرات ديال كلشي ديال اف طوم دو ديفينيسيون كامل، يعني بحال غادي نلصقو الجدولين، الجدولين دابا اللي فرقناهم غادي نلصقوهم، جدول تغيرات الداله. يعني طلب منك مثلا دير الجدول في دي دي اف كلها، جدول تغيرات الداله. حنا غير قسمنا المجالات، اشنو غادي دير؟ الجدولين اللي درتي غادي تلصقهم اكس اف، حيت هنا كيهموني غير لي فارياسيون، ما كيهمون ما كدمنيش باقي لي شرون. موال انفيني خدمنا في موال انفيني حتى لواحد، من واحد حتى قلنا داك العدد اللي كنا لقيناه هنا ثلاثة، ياك ثلاثة لجوج ثم جوج ثلاثة ثم بلوس لانفيني ثم غير معرفة، غير معرفة في واحد من جهة اليسار، واثنان غير معرفة فيها من جهتين، من جهة اليمين ومن جهة اليسار، من جهتين ثم ثلاثة راه عندنا فيها. فوالا دونك شوفوا معايا دابا الجدول الأول من واحد حتى لجوج ثلاثة بلوس لانفيني، شنو درنا هنا؟ درنا تناقصية، اتفقنا؟ ياك درنا تناقصية على ما هي فوالا تناقصية، ثم من هنا لهنا تناقصية تزايدية. فوالا هاد الجدول الأمامي الآن تناقصية تزايدية، هنا غير معرفة فقط من جهة واحدة، علاش كنديرو خط واحد؟ من جهتين كنديرو جوج خطوط، دونك هنا غندير غير خط واحد. ثم هنا هاد الجدول من موال لانفيني حتى لواحد عندي تزايدية بهاد الطريقة هادي، ثم لي ليميت صفر بلوس لانفيني على اليمين ديال واحد راه عندنا الصورة اللي هي اثنان، ثم موال لانفيني ثم بلوس لانفيني ستة، وهنا بلوس لانفيني. هذا هو الجدول كاملا، الجدول كاملا. نعاود، غير معرفة فقط من جهة واحدة كنديرو خط، من جهتين كنديرو جوج خطوط، يعني هنا غير معرفة واحد من جهة اليسار بلوس لانفيني، أما جهة اليمين راه معرفة اللي هي اثنان. انطلاقا دابا من هاد الجدول، انطلاقا من هاد الجدول ومن دراسة الفروع اللانهائية، غادي نشوفو الشكل كيفاش غادي نرسمو. دونك عقلو على هاد الجدول لأن غادي نمسحو، بويسكو غادي ندير هنا المقاربات. دونك بما أن غندير هنا المقاربات، ياك الجدول يقدر نحتي يقدر نخليوه يقدر يعني نوصل حتى لهنا نحبسو، أو لا يقدر تمسح حتى هو من بعد. ملي غادي ندير السيداب غادي نرسمو هنا الفوق وندير المنحنى هنا باش يكون المنحنى كبير وواضح. نمشيو دابا للمقاربات أو الفروع اللانهائية، فيهم مقاربات وفيهم فروع شجامية. حنا غادي نشوفو شنو عندنا في هذا التمرين هنا. دونك دابا غادي ندرسو الفروع اللانهائية، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الشيء هذا وعرفتوا كيفاش تتعاملوا مع داله عكسيه، ماشي داله عكسيه عفوا، داله مجزعه الا بغيتوا ديروا دراسه ديال التغيرات ديالها. نشوفوا دابا المقاربات، راه الترقيم ما عقلش على الترقيم الاخوان، المهم نكتب ديريكت لندرس الفرع او الفروع اللانهائيه لي سي دو اف. Étudions les branches infinies de C de F. Étudions les branches infinies de C de F. Donc, il y a un sujet mauvais. Maintenant, on peut calculer en même temps que vous voulez interpréter graphiquement les résultats ou les résultats générés. Le moyen maintenant, je vais vous expliquer le sujet. On va en parler avec vous. Finalement, quand ce sujet, je vous parle. Là, d'ailleurs, nous allons parler de la fin. Nous allons parler de la fin. Ah, nous allons parler de la fin. Plus la fin. Yac. سينو نبداو من موال لانفيني، حسبنا النهاية في موال لانفيني ديالي في الإكس، هادي راه حسبناها في الجزء الأول من الفيديو من التمرين هذا، كتساوي صفر، عطاتنا صفر، شنو غنقولو؟ تخي بيان، دونك لدينا إذا سي دو إف
يقبل مقاربا افقيا معادلته y كتساوي صفر بجوار موال انفيني. دونك سي دو اف ادمي une asymptote, horizontale d'équation y est égal à 0 ou voisinage de moins l'infini. هذا اللي قلت لنا منه. ثم حسبنا النهاية على يسار واحد عطاتنا بلس لانفيني. حسبنا النهاية على يسار واحد عطاتنا بلس لانفيني. لدينا هنا لا ليميت كون اكس طون فيغ موان زان غوش دو اف دو اكس ايكال بلس لانفيني. اش كيعني هذا؟ فوالا. اذا سي دو اف يقبل مقاربا عموديا على عموديا معادلته اكس كتساوي واحد. هنا ما فيش الجوار، هنا كنقول على اليمين او على اليسار. دونك على اليمين. دونك سي دو اف الناس ديال البيوف ادمي اون اسامبتوت verticale d'équation x est égal à 1 à droite. L'équation x est égal à 1 à droite. Donc, on a d'abord, حاليا, on a مقارب افقي ومقارب عمودي. Donc, قلت لكم الجدول انا غادي نمسحوه وغادي نعاودو نصموه لان ما غنحتاج باش يكون عندنا سباس في الميكرو. ثم مشينا اثنان يمين يسار، اثنان يمين يسار. لدينا قلنا ليميت اكس يولي الى اثنان زائد ديال اف اكس عطاتنا بلس لانفيني، و غادي نجمعهم في تأويل واحد. ليميت اكس يولي الى اثنان ناقص ديال اف اكس عطاتني موان لانفيني. اذا سي دو اف يقبل مقاربا عموديا معادلته اكس كتساوي اثنان على اليمين وكذلك على اليسار وعلى اليسار. دونك سي دو اف ادمي اون اسامبتوت ديكواسيون x est égal 2 d'équation x est égal 2 à droite et à gauche. L'équation x est égal 2 à droite et à gauche. الله يرضي عليكم. عقلوا معنا ياك. موال لانفيني عندنا مقارب، موال لانفيني عندنا مقارب افقي، واحد على اليسار مقارب عمودي. هنا ماشي على اليمين الاخوان، اعتذر، هنا ماشي على اليمين، على اليسار ناقص واحد على اليسار عطاتنا بلس لانفيني. دونك على اليسار، اعتذر الاخوان. ديكواسيون دونك اون اسامبتوت فيرتيكال ديكواسيون ا غوش، حيت على اليمين عندنا صوره ما عندناش، غتعطينا الليميت على اليمين غتعطينا كتساوي جوج، لان متصل على اليمين ومتصلش على اليسار. اعتذر هنا على اليسار صحوها. ثم قلنا ناقص واحد على اليسار عندنا مقارب عمودي، دونك افقي عمودي، لان غادي نمسح هاد الشهاده. ثم في اثنان عندنا مقارب عمودي، مقارب عمودي. دونك ديكواسيون اكس ايكال 2 ا دووات يا غوش، ا دووات يا غوش، على اليمين وعلى اليسار. بقى لنا دابا في بلس لانفيني، بقى لنا دابا الفرع اللانهائي في بلس لانفيني. هذا هما المحدات اللي عندنا. دونك لدينا هنا ليميت اكس تأول الى زائد ما لا نهايه ديال في اكس شحال خرجت لنا بلس لانفيني. واش غادي نقول دابا، واش غادي كومونتيو نكتبوا داك التاويل الهندسي؟ لا،
غادي ندوز للمرحله المواليه. اي غنحسب الليميت ديال اف لي اكس على اكس، غنحسب الليميت ديال اف لي اكس على اكس. شنو غتعطيني؟ قدامي في بلس لانفين، يعني كنخدمو بهادي اللي قدامها كبر، اكس اس 2 ناقص 3 على اكس ناقص 2 الكل على اكس، غتعطيني ليميت بلس لانفيني اكس اس 2 ناقص 3 هذا في هذا اكس عامل اكس ناقص 2، غتعطينا ليميت بلس لانفيني اكس اس 2 ناقص 3 اكس في اكس اكس مربع ناقص 2 اكس، اكبر حد على اكبر حد غتعطينا واحد. شنو غادي ندير؟ غادي نعاود نحسب النهايه، النهايه المواليه اي ليميت اكس تاول الى زائد ما لا ديال في اكس ناقص ا اكس. شكون اللي كيعرف الدور ديال ا؟ هو واحد، دونك ناقص اكس كتساوي ليميت بلس لانفيني اكس اس 2 ناقص 3 على اكس ناقص 2 ناقص اكس كتساوي ليميت بلس لانفيني ديال اكس اس 2 ناقص 3 ناقص اكس في اكس اكس اس 2 ناقص في زائد زائد 2 اكس مقسوم على اكس ناقص 2 اختزال. ثم غادي ناخذ اكبر حد حد على اكبر حد 2 اكس على اكس غتعطينا 2. مش باغي نطولوا الجواب، دونك كدير اكس ناقص اكس غتبقى لك 2 اكس ناقص 3 على اكس ناقص 2، كدير 2 اكس على اكس كتختزل بيكس كتبقى لك 2. بما ان خرجت لينا 2 شنو كيعني هذا؟ سي دو اف، الناس اللي فاهمين يعني ضبط ديك الخطاطه ديال الفروع اللانهائي اللي بغون شاف فيني راه دغيا غادي يلقى الجمله اللي غادي نكتبها والتعبير اللي غادي نكتب. اذا سي دو اف يقبل مقاربا مائلا معادلته ايكغيك كتساوي ا اكس اللي هي واحد اكس اكس زائد بي يعني زائد 2 هذا هو بي بجوار بلس لانفيني. دونك سي دو اف ادمي une asymptote oblique d'équation y est égal x plus 2 au voisinage de plus l'infini. Donc va tariqa hadi باش كندوصو الفروع اللانهائيه، اتفقنا؟ يعني ليتود ديال لي برونش انفيني دو سي دو اف. بقى لنا دابا تجميع المعطيات ونشوفوا كيفاش غادي يكون المنحنى ديال هذه الداله هذه. دونك حاولوا بدايه انكم نتوما ترسموا المنحنى، عندنا المعطيات كلهم، رسم المعلم ديال وحاول دير واحد المحاوله ولا جوج ولا ثلاثه، من بعد كمل لا فيديو. دونك ناخذ المعلم ديالنا ونديروا تجميع المعطيات، نوريكم كيفاش كنمثلوا هذه الداله، هذه الداله المجزأة. ما تبقاوش ديما توصل الله يرضي عليكم، ما تبقاش ديما ديليتي دو فونكسيون وتوصل لا كونستركسيون دو سي دي اف وتخليها تقول لا راه ما كنعرفش ندير انشاء. لا راه الا ما حاولتي راه من المستحيل انك تعرف، خصك ضروري انك تخدم الاول والثاني والثالث وتغلط وتصحح الخطا ديالك وهكذا حتى توصل للنتيجه المرجوه. دونك هنا غادي ناخذ معلم، غادي ناخذ المعلم ديالنا. دونك هنا غادي نديرو تفكنا، دونك هذا هو المعلم. غادي نحتاجو ديك النقطة 6 راه كاينة الفوق، دونك غادي نهبطو شوية لتحت وغادي نشوفو سي دو اف كيفاش غادي يخرج لينا. دونك هنا ناخدو المعلم ديالنا تدريجات وما إلى ذلك. دونك غادي ناخدو التدريجات، المهم أنا غادي ناخدهم غير عينية، دونك غادي ناخد نتا المهم المسطرة داكشي خصو يكون منظم. تعرف كيفاش يكون عندك التصور ديال المنحنى، تعرف المنحنى كيفاش غادي يكون. دونك تعطينا او اي جي، دونك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود موان زان، دونك ناقص جوج ناقص ثلاثة ناقص أربعة
واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سعود ناقص واحد. فوالا دونك شنو هما المعطيات اللي عندنا؟ شنو هما المعطيات اللي عندنا؟ نديرو جرد المعطيات. دونك نديرو جرد المعطيات. دونك المعطيات اللي عندنا دونك أول حاجة غنبداو بها هما الفروع، الفروع اللانهائية، الفروع اللانهائية غادي نديرو ليهم الجرد. المقاربات عندي مقارب أفقي، مقارب أفقي معادلته يكليك كتساوي صفر فين؟ بجوار مولم فيني. ثم عندي مقاربين عموديين، مقارب عمودي إكس كتساوي واحد هذا على اليسار. ثم عندي مقارب عمودي إكس كتساوي جوج هذا في يمين ويسار، على اليمين وعلى اليسار. ثم عندي مقارب آخر، مقارب مائل بجوار بلوس لانفيني، المعادلة ديالو هي يكريك كتساوي إكس زايد اثنان. ثم غادي نشوفو المماسات، المماسات عندي دالة قابلة للاشتقاق، قابلة للاشتقاق على اليمين في واحد، وعندنا مماس نصف، مماس أفقي، مماس أفقي في النقطة هذه الإحداثيات واحد اثنان على اليمين، اتفقنا هنا عندنا على اليمين. ثم عندنا ما عندناش شي مماس، ما عطوناش في تمرين معادلة مماس مثلا نحددوها، إلا عطوها لنا حتى هي كنزيدوها في المماسات. ثم عندنا المشتقة تنعدم اف بريم، تنعدم وتغير إشارتها، رجعوا للجدول، تغير إشارتها في النقطة بي 3 6. إذا سي دو اف يقبل مماسا أفقيا، هذا كتغفلوا عليه بزاف، مماسا أفقيا في النقطة ذات الإحداثية 3 3 6. ثم غادي أنت بالنسبة لنقطة انعطاف أو التقعر المنحنى ما طلبوش لينا في التمرين، دونك غادي نعتمدوا على هذا الشيء هذا مضافا إليه جدول التغيرات، مضافا إليه جدول التغيرات اللي كنا قلنا هو من مولف فيني تال واحد، من واحد تال اثنان، اثنان ثلاثة، ثم بلس لانفيني غير معرفة في اثنان من جهتين، غير معرفة فقط على اليسار ديال واحد. ثم عندي تزايد ديال بلس لانفيني غيبدا من صفر، ثم تناقصية مولف فيني وغيبدا من اثنان، ثم تناقصية حتى لستة، ثم تزايدية، تزايدية لبلوس لانفيني. لاحظ معايا شنو هو الدور ديال جدول التغيرات. دونك بالنسبة لجدول التغيرات هو اللي كيعطينا، هو اللي كيعطينا التوجه ديال الشكل، التوجه ديال الشكل. شوف معايا تبع مزيان، غنشرح لك كيفاش تقرا الشكل انطلاقا من يعني كيفاش يكون عندك التصور ديال الشكل انطلاقا من جدول التغيرات. شنو عندي في مولف لانفيني؟ مقارب عمودي، ها هو ديما ملي كيكون عدد كيكون مقارب عمودي، مصمم لون مغاير بالخضر، مقارب عمودي. ثم شنو عندي هنا؟ هنا مقارب عفوا افقي، هنا في واحد عندي مقارب عمودي، ثم في اثنان لاحظ معايا في النقطة واحد اثنان عند واحد جوج كاين مماس افقي، ها هو نصف مماس افقي. ثم في جوج عندي مقارب عمودي، ثم في ثلاثة ستة عندي مماس أفقي، ثم هنا عندي مقارب، مقارب مائل. حنا كنرسمو غير هكا، المهم غير باش تاخد تصور ديال الشكل. دونك كيكون الشكل شوف معاه تزايدية، اتفقنا، ثم غيبدا من واحد جوج هنا كاين مماس، ثم غتكون تناقصية، عندي مقارب هنا، ثم غيجي من الفوق تلا هاد المماس هذا، ثم غادي يكون مقارب. المهم خديت التصور ديال الشكل ديالي. نمشي بداية نرسم هاد المقاربات. دونك قلنا أي حاجة رسمتها غادي نشطب عليها. عندي مقارب معادلته إيكغيك كتساوي صفر، بالنسبة للإخوان المستقيمة الأفقية كتمشي للعدد إيكغيك كتساوي صفر، غنمشي لصفر وغادي ندوز لمستقيم، غنمشي لصفر وغادي ندوز لمستقيم أفقي. دونك اللي غادي يكون هو هذا، دونك هذا هو المقارب الأفقي.
فوالا دونك هذا هو يكريك كتساوي صفر. ثم غادي نمشي ناخذ المقارب العمودي. المقارب العمودي فين كاين؟ دونك هنا غادي نرسم بالزرق لان هذا الخضر ما كيبينش. المقارب العمودي هذا رسمناه. المقارب العمودي اكس كتساوي واحد، غنمشي لاكس كتساوي واحد، يعني الافصول كيساوي واحد. ثم غادي ناخذ المقارب العمودي. اتفقنا؟ دونك غادي ناخذ المقارب العمودي. ثم مقارب عمودي اخر اكس كتساوي ماشي صفر، عفوا اثنان. مقارب عمودي اكس كتساوي اثنان. هذا اكس كتساوي واحد، جوج عندي مقاربين عموديين. ثم عندي مقارب مائل اكس كتساوي جوج. الا بغيت نرسم الاخوان المقارب المائل فقط كناخذ اكس ويكريك، كنعطي الاكس مثلا صفر غتعطيني صفر زائد جوج، دونك يكريك هي جوج. ثم نعطي الاكس واحد اخرى تعطيني ثلاثة، فين هي صفر جوج؟ ها هي صفر جوج. ثم واحد ثلاثة، واحد ثلاثة. ثم غنربط بيناتهم وغادي يعطوني مقارب بهذه الطريقة هذه. هذا هو المقارب ذو المعادلة يكريك كتساوي اكس زائد اثنان. ندوزو دابا للمماسات. المقاربات ساليتهم، ندوزو دابا المماسات. أربعة المقاربات ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة. المماسات عندي نصف مماس أفقي على يمين نقطة واحد جوج، فين هي؟ واحد جوج هي هادي على اليمين ديال هاد النقطة. هاد النقطة دابا على اليمين ديالها كاين نصف مماس. نمشيو دابا للمماس، ها هو عند النقطة ثلاثة ستة كاين عندي مماس أفقي. النقطة ثلاثة ستة، النقطة ثلاثة ثلاثة ستة كاين مماس أفقي. منين جبنا هاد ثلاثة ستة كاين مماس أفقي؟ دائما تما فين كتغير الرتابة ديال الدالة، لا مونوتوني ديال الفونكسيون ديالي، تما فين كتشونجا من تناقصية لتزايدية أو من تزايدية لتناقصية، كطلع وكتهبط في ديك القمة أولا في داك السفح كاين عندنا مماس. صافي، دونك نمشيو دابا ناخدو التغيرات. عندي سي دو اف تزايدية، هنا ممكن نطلب منك مثلا تعطينا تقاطع ديال السي دو اف مع محور الرطيب. الطريقة باش كنحددو تقاطع السي دو اف مع محور الرطيب هي كنحسبو الصورة ديال الصفر. تقاطع السي دو اف مع محور الرطيب فقط كنحسبو الصورة ديال الصفر. اتفقنا؟ كنحسبو الصورة ديال الصفر باش غادي نحسبوها. بما أن صفر أصغر من واحد، ياك غنحسبوها بالدالة الثانية. الدالة اللي فيها اف لي اكس كتساوي ناقص جذر ثلاثة ناقص اكس على اكس ناقص واحد. إلا بغينا الصورة ديال الصفر شحال تعطينا؟ ثلاثة ناقص صفر ثلاثة، دونك جذر ثلاثة. ثم صفر ناقص واحد ناقص واحد غتعطينا جذر ثلاثة، تقريبا واحد فاصلة ثلاثة وسبعين. الصورة ديال الصفر هي واحد فاصلة ثلاثة وسبعين. هنا تقريبا يعني غادي يجي التال هنا وغادي يطلع كلها عندي تصور. ممكن نحسب الصورة ديال ناقص ثلاثة ناقص أربعة بعد الصور. المهم أنا تكفيني هذيك الصورة هي اللي كتكون واضحة. دونك غادي فوالا، دونك غيتجه دابا لهاد النقطة ثم غادي يطلع. صافي بهاد الطريقة هادي. دونك هذا هو المؤلفين حتى الواحد عندنا هذا الشكل هذا. ثم هنا لاحظ معايا غيبدا من واحد جوج، غيبدا من واحد جوج ها هو. ثم غيطلع غيهبط وغيكون عنده مقارب. دونك غيبدا من هذه النقطه غيقيس المماس ثم غادي يكون عنده مقارب بهذه الطريقه هذه. هذا ما عندنا ما نديرو به فوالا. ثم غيبدا دابا من هنا، شوف معايا من جوج، اللي من ديال جوج غادي يجي من الفوق حتى الفين، حتى ثلاثة ستة، حتى المماس. غادي يقيس المماس ثم غادي يطلع ويكون عنده مقارب مائل. ممكن ندرس الوضع النسبي ديال المقارب، ممكن نعطي ليك في السؤال الا لقينا في شي سؤال غنوريكم. سينو نرجع للتمرين الاول، راه شرحت فيه كيفاش كنديرو، كندرسو الوضع النسبي ديال السي دو اف مع المقارب المائل. دونك هذا هو السي دو اف، منحنى الدالة.
دونك بداية كدير جر المعطيات. علاش كنجردو المعطيات؟ باش بلا ما تبقى تقلب في الورقة وتدور الورقة وتمشي تقلب هنا في الورقة الأولى، فين حسبتي النهاية، فين درستي المقارب، فين درتي كذا، كتحط كلشي قدامك. ماشي انك دير سي دي في قبل المقارب، لا دير غير مقارب وفوقي مقارب عمودي مقارب كذا، كتاخد غير دوك الافكار الرئيسيه العناوين الاساسيه وكتجي وكتحطهم في الشكل ديالك. وراه جدول التغيير هو اللي كيعطينا التوجه ديال الشكل كيفاش غيكون، التوجه ديال الشكل كيفاش غادي يكون على العموم. دونك نتمنى انكم تكونوا فاهمين كيفاش كنتعامل مع الداله المجزاه، وعارفين كيفاش كتخدم هذه الداله هذه، وكيفاش كتمثل، وكيفاش كنديروا جدول التغيرات ديالها. في الفيديو الموالي ان شاء الله تعالى غادي نخدمو فيه النموذج رقم 3 اللي غادي يكونوا فيه اسئله مرتبطين بالداله العكسيه، اسئله مرتبطين بالداله العكسيه المشتقه ديالها، كيفاش كنبينوا ان الداله العكسيه قابله للاشتقاق، كيفاش كنديروا التمثيل المبياني ديالها. وفي النموذج رقم 4 غتكون دراسه الداله مرتبطه بمتتاليه، غتكون دراسه الداله وغادي يكون واحد 6 سؤال في الاخير او واحد 3 الاسئله في الاخير اللي مرتبطين متتاليه. يعني في النموذج الرابع ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا متتاليه معرفه بداله، لان درس المتتاليات غادي نبداو غدا ان شاء الله تعالى، وغادي نديروا الفقرات الاولى فيه. شكرا لكم، الى فيديو لاحق، وما تنسوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم ومع الاصدقاء اللي كيقراو معكم، على اساس ان الفائده تعم على كل شيء. وكنتمنى انكم تكونوا بخير وانكم تضبطوا هذا الشيء مزيان وتجيبوا نقاط عاليه ان شاء الله تعالى. شكرا لكم، الى لقاء اخر.